السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كله تمام يا جماعه. واخيرا يا شباب، الاعلان الرسمي كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6. كالعاده يا جماعه، صحيت النهارده لقيت كول اوف ديوتي عامله بث مباشر. بس يا جماعه مش دي المشكله، هنا كانت الصدمه. لقيت صوره الرئيس الراحل صدام حسين. وتحيل. المهم الاعلان الرسمي يا جماعه نزل امبارح تقريبا، هنشوف مع بعض ونتكلم كده عن كذا تفصيله فيه ونشوف يعني الوضع ماشي ازاي. اوكي. المهم قبل ما نبدا، اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، فعل الجرس على كل التنبيهات، والاهم من ده كله اني بحبك يا اخي، وما تنسوش يا جماعه تصلوا على النبي. يعني ان شاء الله المحتوى اللي بننزله اليومين دول يعني يعجبكم. Recording. Truth is, ده اسطوره يا جماعه. Your whole life is a lie. You wanted peace. So we hit the war. And now it rages on in the shadows. Behind closed doors, where we hide the world's secrets. While we build your trust, the world falls apart around you. If you weren't so distracted, you'd realize nothing is what it seems. But if it's truth you seek, look in the dark. تسعة جن. اوه يا جماعة اسطوري يا جماعة، التلير الاسطوري. لا 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 والله يا جماعة يحمسك انك كده خلاص فين اللعبة، عايز رحمة. بس يا جماعة اللي لاحظته في الاعلان الرسمي صورة الرئيس الراحل صدام حسين، وده ان دل على حاجة يدل ان ممكن تكون احداث اللعبة بتتكلم عن حرب الخليج الثانية والفترة الزمنية دي. فاعتقد وبقوة ان قصة اللعبة هتكون لها علاقة بالشرق الاوسط بشكل كبير، وخاصة في احداثها. والاهم من ده كله يا جماعة، احنا لو لاحظنا في الصورة البوستر الرسمي اللي كان نازل قبل الاعلان الرسمي، هتلاقي ان في رقم كده مكتوب على الصورة، والرقم ده طلع يا جماعة احداثيات. تمام، احداثيات في الخريطة يعني. تمام، اللي مش فاهم يعني ايه احداثيات في الخريطة، اعمل سيرش بجوجل احداثيات في الخريطة هو موقع جغرافي. المهم يا جماعة ان الاحداثيات دي لما اتحطت على جوجل طلعت موقع البيت القديم لصدام حسين، القصر الرئاسي بتاعه اللي كان جنب المطار. فيب الاعلان قوي جدا، شيق وحماسي. بس الاهم من كل ده، قولوا لي يا جماعه ايه رايكم في الاعلان؟ تمام، وكده ومتحمسين لايه في اللعبه؟ ويعني كده قولوا لي رايكم في التعليقات. ويا جماعه برد على كل التعليقات، هو اسمع علينا يعني. المهم مستني تعليقاتكم، قولوا لي ايه رايكم في الاعلان الرسمي. مقطع كده خفيف لذيذ لطيف طريف، كفايه يعني نشوف ايه في صلى على النبي. فبس ده بالنسبه لكول اوف ديوتي. الجزء الثاني من الفيديو يا جماعه هو جدول القناه. ايوه يا جماعه اخيرا جدول للقناه. طيب جدول القناه يا جماعه هيمشي كالتالي. المفروض ان الكل عارف ان انا بنزل مقاطع شورتس، المتابع يعني وبقوه عارف ان انا بنزل مقاطع شورتس يوميا وفيديو طويل كل يومين. ولكن يا جماعه، ولكن ابدا ما يكونش بنباور كده، لا السنه دي يا جماعه عايزين نعمل حاجه قويه، وان شاء الله نجيب ال 100,000 والمليون باذن الله قبل نهايه السنه. وات ذا هيل، قبل نهايه السنه مليون؟ ان شاء الله يا جماعه. بس الخطوه الاهم دلوقتي 100,000 باذن الله، ونحن معا يا جماعه ان شاء الله نستطيع، باذن الله نستطيع. وطبعا ده كله بالعمل الجاد والتوكل على الله كده كله فيه. انا ان شاء الله يا جماعه هتعب في القناه والله، وانزل لكم محتوى كده يكون اسطوري وتكونوا مبسوطين باذن الله. فجدول القناه يا جماعه هيكون كالتالي: كل يوم مقطع شورت الساعه 3 بتوقيت السعوديه. كلام سليم، الساعه 3 بتوقيت السعوديه مقطع شورت ده يوميا. كلام سليم. وكل يومين يا جماعه فيديو طويل. طيب ايه الفيديو الطويل يا جماعه؟ انا وبقوه عايز ادوس ببجي موبايل وفورتنايت. تمام، عايز ادوس فيهم كده وبقوه. فيب ده المحتوى الجاي باذن الله. وكل فيديو كلام سليم، في كذا سلسله كده يا جماعه اقسم بالله العظيم هتستمتعوا، خاصه جي تي اي وماين كرافت وكده وحرق، هدلعكم وقسما بالله العظيم هتدلعوا. بس اهم حاجه اشتركوا فعل الجرس عشان اول ما انزل اشعار، قط يا ابني اقطع ستوب يا ابني، عشان اول ما انزل فيديو جديد يا جماعه يوصلك اشعار وانت قاعد مرتاح مروق كده اشعار يجيلك. المهم يا جماعه، مقطع شورتس يوميا الساعه 3، والفيديوهات الطويله هتكون ساعه
وبس يا جماعة، في يومين ان شاء الله، يومين كل يوم مقطع شورت الساعة 3 بتوقيت السعودية، وكل يومين فيديو طويل يا جماعة. فيب دي الاستراتيجية، ويعني كده في قوة. وبس اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو، عارف اني طولت عليكم، استمتعتوا. طيب فبس شكرا يا جماعة، ما تحرموناش من الدعم، الكلام المحفز في التعليقات يخليني جدا عايز استمر اكتر واكتر من يوم عن يوم يعني. في اشكر لكل الناس في تعليقات، وفي كذا شخص كده يا جماعة والله في القلب دايما كده في التعليقات بقوة، في مساندة كده قوية. فشكرا لكم، واتمنى يعني خلاص مش عارف كترت كلام، خلاص اقفل، خلاص كترت كلام، خلصنا. يلا يا جماعة، السلام عليكم. اللي عايز يجي انستجرام يعني ينور وكده، انستجرام يعني يمكن مش عارف يمكن يعني. اوكي وبس، والى اللقاء اخر، والسلام عليكم وبركاته. 1 2 3 4 5 everybody in the car, so come on let's ride to the. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك بوسة سلام عليكم. يا جماعة مش هيسيبكم، استنوا اقلكم قاعدين شوية. طيب بالله عليكم، بالله عليكم استنوا، خلاص خلاص. Liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Beer buzz like I had last week. I must stay deep, cause pockets deep. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything's fine, it's all good. Let me definitely stay in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina, what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this.